وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى. نرحب بك دكتورة في نشرة الأخبار. وبداية، مؤشرات عالية حققتها مملكة البحرين في مجال الرعاية الصحية وصلت إلى نسبة 100%. كيف انعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مستوى القطاع الصحي بشكل عام؟ مساء الخير جميعا. في الحقيقة أن مملكة البحرين تشهد تقدم وتطور مستمر في ظل ما يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم ومساندة واهتمام كان له الدور الأبرز في تحقيق جميع هذه الإنجازات التي نشهدها حاليا. باستطاعتي القول أن التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان له الدور الكبير والمهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية في مختلف الظروف، خاصة في ظل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المنظومة الصحية في مملكة البحرين والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات اللي يستفيد منها المواطن والمقيم. وكان من الأهمية طبعا يمكن الإشارة إلى دور السلطة التشريعية في مجال التعاون مع الحكومة الموقرة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وعقد العديد من الاجتماعات لبحث قانون الضمان الصحي واللي يهدف بدرجة كبيرة لتقديم الخدمات بصورة سلسة للجميع وبما يحقق المرونة والاستدامة للقطاع الصحي في المملكة. نعم دكتورة، بالحديث عن دور السلطة التشريعية، ما هو دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين فيما يتعلق بالرعاية الصحية بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام؟ في الواقع أن السلطة التشريعية تدعم كافة الجهود والبرامج الهادفة للنهوض بالقطاع الصحي في مملكة البحرين، وهذا يكون من خلال إقرار التشريعات الصحية المتطورة، الحرص المستمر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البحريني، ومن خلال اقتراح العديد من المشاريع والقوانين المرتبطة بالمجال الصحي والتي تحقق تطلعات المواطنين والتي نراها انعكست بوضوح من خلال برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للمملكة والتي اشتملت على العديد من البرامج المهمة. من أبرز هذه المبادرات دعم تخصيص ميزانية مناسبة للقطاع الصحي واللي شكل حافز استمرار في تطوير هذه الخدمات الصحية، وكذلك لتنفيذ مشاريع مهمة ومنها تطوير مجمع السلمانية الطبي وإنشاء وتطوير مراكز صحية خصوصا في المدن الإسكانية الجديدة والمناطق الأخرى لمواكبة الصفرة العمرانية والتنموية اللي تشهدها المملكة. وكذلك احنا في السلطة التشريعية ندعم جهود الحكومة في مجال إطلاق برامج لتمكين الأطباء البحرينيين العاطلين ودمجهم في سوق العمل من خلال عدة مبادرات مهمة. طبعا لا شك أن جميع هذه المبادرات الهادفة لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية تأتي اتساقا مع الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه ومؤازرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتضافر جهود فريق البحرين الواحد الذي يحقق النجاحات المستمرة واللي انعكست إيجابيا على تعزيز جودة وكفاءة منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة وفي مقدمتها الخدمات الصحية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. نعم سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.